بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بغبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوت منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلتي عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصي صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.